بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب الجريمة. أسباب سبب جريمة جرائم كي جرائم كي أسباب. صلاة. هناك سؤال يشغل بالي كثيرا. هناك سؤال يهاں سوال ہے يشغل एक بالي सवाल है, होना का सवाल है, एक सवाल है। एक سوال ہے يشغل بالي كثيرا جو مجھے پریشان کرتا ہے بہت زیادہ. हाँ, जो मेरे जहन में बहुत उलझन देता है। ठीक है, سوال ہے جو میرے ذہن میں الجھن دیتا ہے. لماذا زادت نسبة الجريمة في العالم؟ کیوں زادت یعنی دنیا میں جرائم میں جو نسبت فیصد ہے جرائم کی شرح میں اضافہ کیوں ہو گیا؟ جرائم کی شرح میں اضافہ کیوں ہو گیا؟ مسعود. هناك أسباب كثيرة. بہت زیادہ اس کی بہت زیادہ اسباب ہیں. منها ان میں سے ان القوانین اصبحت غیر رادعة. رادعة رادعة کی معنی غیر رادیا، غیر مؤثر، غیر مؤثر. قوانین جو ہے وہ غیر مؤثر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، فالمجرم يسجن سنوات. مجرم جو جیل میں سالوں سال رہتا ہے. ثم يخرج پھر نکلتا ہے. ليرتقب جرائم أخرى أكبر تاكي وہ مرتکب کرے یا ارتکاب کرے یا پھر وہ مرتکب ہوتا ہے بڑے جرائم کا۔ تاکہ یا پھر وہ مرتکب ہوتا ہے بڑے جرائم کا مرتکب. لقد وضع الاسلام الحدود. اسلام نے اس کی حدود واضح کی ہیں. لحمایت مجتمعی اس کے معاشرے کی حمایت سے. حدود سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ حدود یعنی اسلام الحدود حد کسے کہتے ہیں؟ حد کہتے ہیں سزا ہوتی ہاں جی، حد سزا، حد کی جمع ہوتی ہے حدود، پس اسلام نے وضع کی ہیں سزائیں۔ ٹھیک ہے، اسلام حمایہ کہتے ہیں حفاظت، پروٹیکشن، معاشرے کی حفاظت کے لیے اسلام نے سزائیں وضع کی ہیں، سزائیں متعین کی ہیں۔ معاشرے کی حفاظت کے لیے اسلام نے سزائیں واضح کی ہیں یا قائم کی ہیں. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. اور تمہارے لیے قصاص میں یا أولي الألباب حیات زندگی ہے یا بچاؤ ہے حیات زندگی ہے کہہ سکتے ہیں، زندگی ہے یا أولي الألباب اے عقل والوں لعلكم تتقون شاید کہ تم ڈرو یا تاکہ تم ڈرو. صلاح یؤید ذلك. صلاح یؤید ذلك عائد ہوتی ہیں یہ نہیں یؤید اس بات کو سپورٹ کرتا ہے۔ ٹھیک سپورٹ ہے، یو آئی یہ دوزانے کا جو پروری بات ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، ان الجریمہ تزدادو، کہ جرائم بڑھ رہے ہیں،
कुल्लमा अमिन अल-मुजरिमून। इसको सपोर्ट करता है। अनल जरी मत तजदादू के जराइम में इजाफा हो रहा है। कुल्लमा अमिन अल मुजरिमुल इकाबा, जब भी मुजरिम को सजा से अमिना हिफाज उसमें है बच जाता है जब भी बच मुजरिम सजा से बच जाता है। जब भी मुजरिम सजा से बच जाता है। वमिनल अस्बाबी इंदी अन्ना वसाइल अल इलामी तुशज्जिउ अलल जरीमती, और मेरे इंदी मेरे पास वमिनल अस्बाबी इनके अस्बाब में से है। अन्ना वसाइल अल इलामी जो वो है सोशल मीडिया है, ठीक है, तुशज्जिउ और मिनल असबाब भी हिंदी से क्या मुराद है? इंदी मेरे पास या मेरे मेरे नज़दीक मेरे जो नजदीक इसके असबाब हैं उनमें से ये मेरे नज़दीक ये भी है कि जो असबाब है मेरे नजदीक उनमें से ये भी हैं। अन्ना वसाइल अल इलामी के जो सोशल मीडिया है, तो शज्जियो अल जरीमती तो शज्जियो इनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं, प्रमोट ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। प्रमोट करता है अल जरीमती उस पे जुर्म पर। जराइम की, ठीक है। मसूद, वक़द यकूनु मिन अल अस्बाबी इंतिशारुल फ़क्र, और ये जो अस्बाब हैं इंतिशारुल फ़क्र यानी गरीबी के फैलाव की वजह से है। हाँ, गुर्बत का फैलाव अस्बाब में से ये भी है, गुर्बत का फैलाव अस्बाब में से और ये माशरे में भी भूख। है, अस्बाब में से ये भी है कि गुर्बत का फैलाव और मलजूई फिल मुज्तमाई और भूख उसमें माशरे में। सदा सदाकत फल अमनु वल गिजाऊ मिन अहम नआमी, सच अहम कहा मिन नियामी, अहम मिन नियामी, अहम मिन नियामी, सच आपने सच कहा। फल अमनु वल गिजाऊ जो सिक्योरिटी और गिजा ज्यादा अहम है, अहम नेमतों में से है। قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کی، یا رب هذا البيت اپنے رب کی اس گھر کی، इस الذي घर के रब की। اس گھر کے رب کی، الذي اطعمهم من جوع وہ جو ان کو کھلاتا ہے بھوک میں، وآمنهم من خوف اور ان کو خوف سے امن دیتا ہے۔ يجب أن نتعاون جميعا على حفظ الأمن، يجب أن نتعاون جميعا، ضروری ہے کہ ہم مدد کریں سب کی، हम सब तआवुन करें ہم سب تعاون अमन की हिफाजत کریں، पर। ہم سب تعاون کریں على حفظ الأمن، امن کی حفاظت پر۔ فحفظ الأمن ليس مسؤولية رجال الأمن وحدهم، اور أمن کی حفاظت کرنا ليس نہیں ہے مسؤولية رجال، مسؤولية جس کو سونپی جاتی ہے لوگوں میں، रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पुलिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सिर्फ रिजालिन से जमा है अन्य पुलिस वाले रिजाल पुलिस अमनी सिक्योरिटी फोर्सेस कह सकती हैं आप। सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वह इन्नमा मसूलियत कुल मवातिना, और ये हर बल्कि 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 ये तमाम शहरों की जिम्मेदारी है। ये तमाम शहरियों की जिम्मेदारी है, तमाम शहरियों की। تدريب الأول دع علامة صحيحا أو خطا ثم صحح الخطأ،
يشغل بال صلاح كثرة الجريمة في البلد. يشغل ये ठीक है सर। ठीक है। الحدود في الإسلام لحماية المجتمع. الحدود في الإسلام لحماية. ठीक है सर उसने ये जो पहला वाला है उसने आलम का जिक्र किया था ना, यहाँ पे बलद है ठीक है, तो उसको सही करें। في عالم في العالم. في العالم اور آگے الحدود في الإسلام لحماية المجتمع. یہ ٹھیک ہے مسائل الإسلام والحدود لحماية المجتمع. ٹھیک ہے سر جی یہ ٹھیک ہے. الحدود في الإسلام لحماية المجتمع. ٹھیک ہے تزداد الجريمة كلما أمن المجرم العقاب. تزداد الجريمة كلما أمن المجرم العقاب. یہ بھی ٹھیک ہے. صحیح ہے وسائل الإعلام تشجع الجنات على الجريمة. تشجع الجنات جنات تتھا قیدی یا جرم کرنے والا مجرم. تشجع ठीक है। ये भी ठीक है. ठीक है हिफ्जुल अमनी मसूलियत शर्तती वहदहा. वहदहा नहीं ये गलत है. ठीक है, इसका सही क्या होगा? मसूलियत कुल्ली कुल्ला कुल्ली मवातिन. ठीक है, कुल्ली मवातिन, इसकी तस्वीर बना कर सेंड करें। ठीक أجيب باختصار عمايلي ماذا يفعل المجرم إذا خرج من السجن؟ يفعل المجرم إذا خرج من السجن هو करता है ليرتقب جرائم أخرى أكبر. तो इसको इसका नहीं يرتقب लिखेंगे, बस सिंपल कहेंगे यार तकीबू जराई माँ उखरा अकबरा। ठीक है, बगैर ली ठीक के और कुछ नहीं लिखना। ماذا تفعل وسائل الإعلام؟ وسائل الإعلام تشجع على الجريمة. ठीक है, هل يؤدي الفقر والجوع إلى انتشار الجريمة؟ نعم
حل دعا دعا کریں جواب. هل يؤدي الفقر والجوع إلى انتشار الجريمة؟ يؤدي. ٹھیک ہے جواب. جواب کیا ہوگا؟ نعم سر، نعم ٹھیک ہے يؤدي صحیح ہے الفقر. نام. هل يستطيع رجال الأمن حفظ الأمن وحدهم؟ هل يستطيع رجال الأمن حفظ الأمن وحدهم؟ لا 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 يستطيع رجال الأمن. بالکل لا اسمبل لا بھی لکھ سکتی ہیں. لماذا تزداد نسبة الجريمة في العالم؟ نسبة الجريمة في العالم اسمه، فالمجرم يسجن سنوات ثم يخرج ليرتقب جرائم الأخرى أكبر. يا بيري ولا بيسر، وقد يكون من الأسباب الانتشار الفقر والجوع في المجتمع. سوري وقد يكون من الأسباب انتشار الفقر والجوع في المجتمع. بالکل وہاں سے ہم نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا نا، تو صاحب چینج کر دیں یعنی کہ کوئی ایسا بندہ لکھتا ہے جواب جو تھوڑا سینس بنے. صحیح ہے. جی تو سر، اردو میں پہلے اس کا جواب دیتے ہیں آپ مجھے، جو آپ کے ذہن میں جواب ہے. سر جو جرائم ہے وہ اس جو فقر کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایسا کرتے ہیں اس کا پوائنٹ لکھ رہے ہیں، ایک لکھ رہے ہیں پوائنٹ فقر اور بھوک کر دیں، دوسرا فقر اور بھوک سوشل اور میڈیا پڑھا تھا، جی سر، تیسرا اور تیسرا قانون جو ہے وہ غیر افیکٹیو، اتنی سزا کوئی خاص نہیں دیتے، تو یہ تین پوائنٹ لکھ دینا. صحیح. پھر ابھی لکھوں سر. ابھی لکھ رہے ہیں. الفقر ہو گیا سر. سنڈ ہو گیا. اس میں ان نہیں لکھنا تھا نا، تیسرے پارٹ میں سمپل لکھنا تھا القوانین اصبحت غیر عادیہ، اور سمپل لکھ دیتے القوانین غیر عادیہ. نیکسٹ. املأ الفراغ بالكلمات المناسبة من الصندوق من ارتقب هذه أمر. من ارتكب هذه الجريمة، من كون مرتكبها اس جرم کا؟ هذه الجريمة هناك مشكلة بالي. هناك مشكلة. هناك أمر يشكل هناك أمر. ٹھیک ہے.
ما الذي وضع الإسلام في خابجنات؟ ما الحدود، حدود التي، ما الحدود، حدود التي يجب علينا جميعا المجتمع من الجريمة، يجب علينا جميعا. مواطن يجب علينا جميع المواطن مواطن المجتمع، المجتمع نعم، يجب علينا جميعا حماية المجتمع، حماية. حماية، تكسر حماية. والجوء من الأسباب انتشار الجريمة، الفقر والجوع. ठीक है المواطن مسؤول عن حفظ الأمن. सही हो गया ابحث عن الكلمات التالية في معجم عربي ثم سجل معانيها. العقاب، لكن इस कल में क्या मतलब है عقاب का مطلب ہے سزا. नहीं अरबी में चेक करना ना اچھا मतलब عربی میں، पनिशमेंट उसका अरबी में। पनिशमेंट तो इंग्लिश है ना, हमें ठीक अरबी में चाहिए। चलिए इंग्लिश में लगा है। मिला नहीं मिला, इसे मिला लेकिन वो इंग्लिश में था, अब अरबी में किया। कौन नहीं आ रहा, अलबसर आ रहा है। शेयर स्क्रीन करें, रिकॉर्डिंग मैं फिर से में से पास रिकॉर्ड करनी है तो शेयर स्क्रीन करें।